ارحب بضيفي الاستاذ ايتان دانغوت سكرتير عسكري سابق لوزراء امن اسرائيليين. اهلا بك معنا. سابدا معك مما جرى في حي السجاعيه. ما برايك ما هي الاستراتيجيه المطروحه برايك بالنسبه للجيش الاسرائيلي بعد هذه الاحداث الخطره يمكن القول التي حصلت بالامس؟ الاستراتيجية أتت لتخدم الهدف، والهدف هو إنهاء السيطرة على كل المنطقة من شمال وادي غزة وكل شمال غزة، ومن بعدها الانتقال لمرحلة التطهير من الحرب إلى التطهير، وهذا يتطلب وقتا. في أعقاب هذا الحدث الصعب جدا الذي حدث بالأمس، فالاستراتيجية والفكر لن تتغير، وربما تتغير أساليب العمل. سوف يحاولون التعلم من هذه الدروس، وهذه قصة هذه الحرب، وأنا أدعي دائما بأنها حرب ضارية. الصراع هنا والقتال في داخل منطقة مأهولة ومكتظة، وأمامك عدو موجود تحت الأرض وفوق الأرض، ويقفز من هذا المكان إلى ذاك، وينظم الكمائن و يحفر تحت الأرض ويضع العبوات، يجب العمل معه بشكل مهني. برأيي هذا الحدث كان سريعا، كان هذا حدث صعب، سقط فيه 9 من الجنود، منهم الكثير من الضباط الذين يقودون القوات دائما. سنوار موجودون في أعماق الأرض، لا عندهم لا يوجد شيء مثل هذا أن يكون القائد بالمقدمة. أما من ناحيتنا فبالجيش الإسرائيلي القادة على رأس القوات، ولكن لا شك عندي أنه في المستقبل سيكون استخدام أكثر للنيران. برأيي أن الشجاعية يجب أن تسوى بالأرض، أن نعود وأن يبقوا ذاكرة أو ذاكرة لهذا التدمير على الأرض. يعني لديك تصور أستاذ إيتان كما نفهم، ولكن من أجل تنفيذ هذا التصور وفي ظل ما حصل بالأمس، هل يمكن أن نرى تراجع للقوات الجيش، يعني تغيير استراتيجية تؤدي إلى تراجع الدخول البري في هذه الأحياء والعودة إلى القصف الجوي فقط؟ الإجابة قصيرة، لا أبدا. يستمرون في المهمة، سوف يسيطروا على ما يجب أن يسيطروا عليه. برأيي هم قريبون من الإنجاز. ما يجب أن يفعلوه برأيي الشجاعية، هذا حي شيطاني يسكنه الملايين، يجب أن تنزل، لأن من سيأتي إلى العيش في إلى بقرب الجدار يجب أن لا يرى الشجاعية. يجب أن يدخلوا الدينين ويسووها بالأرض. عود إلى سهيل. سهيل، استمعت إلى ضيفي هنا أستاذ إيتان، هل برأيك سينجح الجيش الإسرائيلي في القضاء على كتيبة السجاعية، أو لربما تدميرها بالكامل كما يقول أستاذ إيتان؟ يعني ربما في هذا السياق وتحديدا في هذه النقطة الأمور ليست بهذه السهولة. السيطرة على العناصر والسيطرة على الأنفاق بشكل كامل، وخاصة بأن الجيش الإسرائيلي يتحدث كثيرا عما يتم أو الأنفاق التي ربما اكتشفها أو سيطر عليها داخل قطاع غزة، تحديدا في المناطق الشرقية لغزة والمناطق الشمالية. ولكن هذا الأمر يتطلب الكثير من العمل. هناك أكثر يعني، وإن كان هناك الكثير من الشهداء لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، ولكن أيضا هناك 20,000 قاتل لدى حركة حماس في قطاع غزة. وأعتقد إذا ما تم أيضا إنهاك اللواء مدينة غزة في المناطق الشرقية، يعني كما تحدثت حماس وجناحها العسكري بأن أيضا أنها لم تستخدم كافة مقاتليها حتى اللحظة، وأن هناك الآلاف ينتظرون دورهم أيضا في عمليات المواجهة. وهذا الأمر إذا ما قررت إسرائيل خوض هذا الأمر، هناك لواءات أخرى في مناطق أخرى أيضا، ليس فقط داخل مدينة غزة. وبالتالي إذا ما تضررت أو إذا ما تضرر هذا اللواء، أعتقد سيكون هناك دعما من مناطق أخرى ومن مقاتلين، حتى وإن كان هناك أيضا حصارا فوق الأرض، ولكن
أعتقد الأمور ربما ستختلف إلى حد ما تحت الأرض. القضاء بشكل كامل على حركة حماس يحتاج الكثير والكثير من الوقت، وهذا الأمر ربما سيكبد خسائر كبيرة لدى الجانب الإسرائيلي، وبالتالي الأمور أيضا السياسية والإقليمية هناك الكثير من المعطيات في الميدان، ليس فقط داخل قطاع غزة، ولكن أيضا هناك دعم أمريكي وله رؤية معينة، وهناك مصالح كلها أيضا تختلط أيضا وتتشابك، وبالتالي لها دور في التأثير على الجانب الإسرائيلي بوقف الحرب أو تأجيلها أو الخوض في صفقة شاملة. هل من معطيات معروفة حتى اللحظة فيما يتعلق ببدء استخدام الجيش الإسرائيلي المياه في داخل الأنفاق؟ بكل تأكيد، يعني هذا الأمر الحديث حول موضوع استخدام أيضا مياه البحر لإغراق الأنفاق، ربما هذا الأمر إذا نجح في منطقة معينة أيضا سيكون ربما لن ينجح في مناطق أخرى أو في المناطق التي لم يكتشف فيها الجيش الإسرائيلي هذه الأنفاق. والتكتيك ربما الذي تستخدمه الفصائل هو ذات التكتيك، وإن كان متغايرا أو مختلفا إلى حد ما مع اختلاف أدوات القوة لدى الطرفين في عمليات الاشتباك والمناورة والانسحاب والدخول وكل ما إلى ذلك، وهذا واضح في الميدان بالمناسبة من طريقة اشتباك العناصر القتالية في قطاع غزة. على أي حال الواضح بأن الجيش الإسرائيلي، وهذه نقطة مهمة، بأنه دخل إلى أماكن ومناطق لم يكن يتم التوقع بأن الجيش الإسرائيلي سيدخل إلى هذه المناطق بهذا الشكل، وهذا الأمر كان مفاجئا إلى حد كبير، وكان يعتقد بأن الجيش الإسرائيلي لديه مخاوف كبيرة من الدخول إلى متاهب غزة، ولكن أيضا في المقابل الفصائل الفلسطينية أعادت طرق استخدام أو المقاومة داخل قطاع غزة، وربما استحدثت طرق جديدة أو خطط جديدة للتعامل في هذا الأمر، وهذا واضح ربما من طريقة ارتداء بعض المقاتلين للملابس ربما المدنية، من وعدم ارتداء كافة الملابس العسكرية بشكل كامل، وبالتالي أصبحت الأوضاع مغايرة بشكل كامل في الميدان، وبالتالي هذا الأمر بشكل تام القضاء بشكل تام على القدرات العسكرية لحركة حماس سهل الكلام فيه، ولكن عمليا يحتاج الكثير من الوقت ويحتاج الكثير من الدعم السياسي. بدأت سهيل قبل قليل بالحديث عن مطالب حماس فيما يتعلق باستئناف المفاوضات، هل يمكن أن نرى تغيير في هذه المطالب في ظل استمرار القصف الإسرائيلي داخل مناطق عدة، وكذلك الحديث عن استهداف الأنفاق؟ يعني في هذه النقطة سؤال مهم جدا لورين. أولا عندما نتحدث عن تدمير كامل لقطاع غزة من بنى تحتية وعن تدمير قدرات عسكرية وكل ما إلى ذلك داخل قطاع غزة، لا يمكن أن تخرج من هذه الحرب خالية الوفاض، وبالتالي هي تبحث أيضا عن التمسك بهدف واحد، وإن كان ذلك هو الهدف المتبقي، هو أن يكون هناك صفقة ما بين الفصائل أو حماس وما بين الجانب الإسرائيلي حتى يعطيها إشارة بشكل أو بآخر واستكمالا لنصر 7 أكتوبر الذي حققته تجاه الجانب الإسرائيلي، وبالتالي ستتمسك بما لديها من أدوات وبما لديها من أدوات قوة في هذا الجانب، وإن كان التمسك فيه له ثمن أيضا. الجانب الإسرائيلي في كل لحظة يكون هناك تصريحا لدى قيادة حماس بأنها تتمسك بهذا الأمر، يكون هناك قصفا عنيفا وتوغلا أيضا واستهدافات بالجملة لكل من يتحرك ولكل من يشكل خطرا على الجانب الإسرائيلي حتى وإن كان ذلك خطيا، وبالتالي التمسك بهذا الأمر وليس بالأمر البسيط، ولكن أعتقد الأمور ستأخذ يعني وقتا للوصول إلى صفقة شاملة، والأمر يعتمد على الموقف الدولي في هذا السياق لوري.